النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة، وهي توقعات فصل الشتاء التي سنتحدث بها عن توقعات الموسم المطري المقبل أو فصل الشتاء المقبل والأشهر ما بين 12 و1 2 و3 للعام أو للعام فصل الشتاء ما بين 2021 و2021. هذه توقعات فصل الشتاء هي خدمة سنوية نقدمها لكم من طقس العرب، دائما تهدف طبعا إلى لديها عدة أهداف مرجوة سنتحدث عنها بعد قليل. تبنى هذه النشرة الموسمية أو الفصلية أو توقعات فصل الشتاء على عدة أمور، من أهمها هو تشغيل نمذجة عددية لمعرفة سنوات التشابه، أي أنها توقعات إحصائية، بالإضافة لدمجها مع نواتج التنبؤات الجوية الفصلية مع بعضها البعض، ونخرج بتوقعات لفصل الشتاء. تختلف هذه التوقعات عن تلك التوقعات اليومية، هذه توقعات فصلية تكون أقل تفصيلاً أكثر شمولية، كما أن دقتها تكون في بعض الفصول ليس بالمستوى المأمول منه، وهذا أمر طبعاً على مستوى عالمي حتى اللحظة. الفائدة المرجوة من هذه التوقعات هو معرفة بنظرة عامة التوقعات لفصل الشتاء وبناء بعض الخطط، لا سيما في القطاع الزراعي على وجه التحديد، بالإضافة إلى التخطيط المبكر لبعض القطاعات الأخرى في مجالات وأمور مختلفة. إذا نبدأ معكم في هذه النشرة ونتعرف بها على النظرة العامة لهذا الفصل. طبعا هذا الفصل يتوقع أن تكون درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى ذات مستويات أبرد من المعتاد، وبالتالي هذا الفصل سيتوقع أن يكون فصلاً أبرد مما هو معتاد عليه في الفصول الماضية، ودرجات الحرارة ستكون منخفضة بشكل عام. أيضاً يتوقع أن تكون كميات الأمطار أو فرص أمطار متباينة من وقت إلى آخر، ولن تكون هناك يعني وضوح أو لا يوجد وضوح بمدى وجود كميات من الأمطار مثلاً أعلى من المعدل، لكن وجود هناك تباين في الفترات المطرية ما بين فترة وأخرى. ولكن من الواضح هناك فترة مطرية نشطة يتوقع أن تتعرض لها المملكة في وقت معين خلال فصل الشتاء الحالي. انتقالا للنقطة التالية بهذا الفصل، يتوقع أن تكون الأنظمة الجوية متعددة، يعني في بعض فصول الشتاء يتركز نظام جوي معين على تأثيره على منطقة الشرق الأوسط، مثلا المرتفع السيبيري أو المنخفضات المتلاحقة، لكن هذا الفصل يتوقع أن تتأثر المملكة بعدة يعني أنظمة جوية بشكل متلاحق ما بين المرتفع الجوي السيبيري والمنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر الذي يجلب بالعادة حالات عدم الاستقرار، كما هناك مؤشرات على وجود عدة منخفضات جوية أيضا ذات طابع قوي لكنها متباعدة خاصة في النصف الثاني من فصل الشتاء. ولمحبي الثلوج، وأعتقد أنهم كثيرون في الأردن، فإن فرصة الثلوج إحصائيا لهذا الفصل فصل الشتاء لهذا العام هي مرتفعة في العاصمة عمان بمشيئة الله تعالى. نأخذ الآن توقعات الأحوال الجوية شهرا بشهر بحسب آخر مخرجات النماذج العددية والإحصائية لدينا هنا في طقس العرب. نبدأها من شهر كانون أول ديسمبر وهو الشهر القادم. يتوقع أن تكون الأمطار أقل من المعدلات مع نهاية هذا الشهر، درجات الحرارة ستكون حول المعدلات بشكل عام، وأيضا من المتوقع أن تكون هناك فرصة للسيول المتوسطة بسبب تكرار وجود حالات عدم الاستقرار الجوي، أما فرصة الثلوج في هذا الشهر فتكون منخفضة. إذا انتقلنا إلى توقعات شهر 1 يناير كانون ثاني للعام 2021، فإن الأمطار متوقع أن تكون حول المعدلات بشكل عام خلال هذا الشهر، لكن درجات الحرارة متوقع أن تكون أبرد من المعدل بشكل واضح في أغلب فترات هذا الشهر، مع تكرار ربما تشكل أيضا الصقيع وموجات البرد. بالنسبة لفرصة السيول فهي عالية في هذا الشهر، أيضا فرصة الثلوج فهي متوسطة خلال هذا الشهر على المرتفعات المتوسطة بما فيها مثلا العاصمة عمان. انتقالا لتوقعات شهر فبراير شباط للعام 2021، فإن الأمطار متوقعة تكون أعلى من المعدلات لهذا الشهر، وهذا هو السبب الذي قلنا لماذا هناك تباين. إذن
شهر 12 أقل من المعدل الأمطار، شهر 1 حول المعدل، هنا أصبحنا أعلى من المعدل، هناك تباين بين الأشهر في كميات الأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع تكون ما بين حول إلى أبرد من المعدل، وبالتالي استمرار لنفس توقعات درجات الحرارة لهذا الفصل. فرصة السيول عالية من جديد خلال هذا الشهر، وفرصة الثلوج ما بين متوسطة إلى عالية بسبب ازدياد فرص تأثر المملكة كما تحدثنا بالبداية بمنخفضات جوية قوية. ختاما في هذه النشرة، فصل الشتاء وهو الشهر الأخير شهر آذار الذي يكون نصفه شتاء ونصفه ربيع، لكن نستطيع أن نقول بأن الأمطار ستكون حول المعدل بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لدرجات الحرارة تتحول تصبح أدفأ من المعتاد، ننتقل من فترات باردة جدا إلى فترات دافئة في شهر 3، وتهبط معها فرص السيول وكذلك الأمر بالنسبة لفرصة الثلوج. إذن هذه كانت توقعاتنا بالنسبة لفصل الشتاء المقبل، نسأل الله أن يجعله فصل خير وبركة، وأن يجلب معه الأمطار، وأكيد الثلوج إن شاء الله إن حدثت تكون أمر جيد جدا. وأيضا ندعوكم دائما إلى متابعة التحديثات المستمرة لهذه النشرات الجوية الفصلية التي تحدثت في البداية أنها تتغير في كل شهر تقريبا، وتؤخذ بنظرات شمولية منها وليس بتفصيل أو بدقة متناهية، وهذا ما يميزها عن ما يسمى بالنشرات الجوية اليومية. هذا كانكم لدينا، إذن دمتم بخير، إلى اللقاء.